مع استمرار الاقتحامات المتكررة على بلدة العكر جزيرة سترة، شنت قوات النظام أمس الأحد 16 مارس الجاري مدعومة بالقوات الخاصة الكوماندوز وسيارات المباحث الجنائية. ونقلت مصادر من داخل البلدة بأن القوات انتشرت داخل الأحياء بقوات راجلة محفوفة بالمدرعات وعشرات سيارات الشرطة. القوات قامت بملاحقة المتظاهرين الذين خرجوا ضمن فعاليات ثورية دعا لها ائتلاف 14 فبراير في ذكرى الهجوم على دوار اللؤلؤة. وتدخلت المروحيات وحلقت بكثافة في سماء البلدة لمساندة القوات الراجلة التي عمدت إلى استفزاز الأهالي، ونصبت كمائن لتعقب المتظاهرين وتفتيش المارة. وقد صدرت دعوات لاعتلاء أسطح المنازل والتكبير رفضا للتواجد الأمني داخل البلدة ومحاصرة مداخلها. شهود عيان أفادوا بأن عناصر مدنية معززة بقوة أمنية انتهكت أحد بيوت البلدة واحتلت سطح المنزل، وتناقلت الأنباء عن عمليات اعتقال طالت عددا من المواطنين. من جانب آخر يستمر الأهالي في إحياء ذكرى شهداء الثورة، وشهدت شوارع البحرين عمليات ميدانية استنكارا لجرائم الاحتلال السعودي المستمرة. في هذا السياق قام متظاهرون من بلدة كرانة شمال المنامة بالسيطرة على دوار زينب الخواجة وفاء لذكرى الشهيد جعفر الكراني. تيار الوفاء الإسلامي عضو التحالف من أجل الجمهورية أطلق دعوة للمجاميع الثورية والأهالي والمدن والبلدات للتظاهر. وقال التيار بأن هذه الدعوة تأتي تذكيرا بجرائم العدو الخليفي والاحتلال الخليجي، وتخليدا لذكرى الشهداء الذين سقطوا تزامنا مع الهجوم الثاني على مقر الاعتصام المركزي بميدان الشهداء دوار اللؤلؤة.